السلام عليكم، معكم اخوكم محمد صادق من قناه ويدوبيت. اليوم انا حاب اني اخذكم جوله على الجي اس 4، السياره العائليه والشبابيه نفس الوقت. خلونا نبدأ جولتنا أول شيء على الشكل الخارجي للسيارة. بتلاحظون أن السيارة فيها من الأمام، من الجوانب وحتى من الخلف انحناءات ولمسات جدا جميلة. غير كذي إذا بتكلم عن الجريل الأمامي للسيارة، فهذه الفكرة أو الديزاين مستوحى من الطيور لما تشوفونهم طايرين بالسماء من بعيد. بما ان احنا نسولف عن الشكل الخارجي للسياره، فايضا ارتفاع السياره شغله مهمه. فعندنا الابروتش انجل اللي هو ارتفاع السياره من الامام، وعندنا الديبارتشر انجل اللي هو ارتفاع السياره من الخلف. ارتفاعهم جدا مناسب بحيث ان انت تقدر تستخدمها في اماكن وعره او حتى مثل ما يسمونه اوف رود. دام احنا سولفنا عن الاوف رود، في شغله ايضا مهمه للي بيروحون اوف رود نفس الوقت اللي عندهم بيروحون مناطق ضيجه او شوارع ضيجه. السياره هذه فيها درجه التفاف الى 5.3 متر راديوس. طبعا هذا الشيء جدا جبار، يعني انت تقدر تروح في شارع ضيق تاخذ لك يوترن سريع من غير ما ترجع وتجدم وايد. معلومه ثانيه عن الستيرنج انه هو الكتريكال باور ستيرنج، يعني تحتاج 90% جهد اقل علشان تستخدمه، وغير كذي تلقونه في سيارات بي ام دبليو وفورد. قبل لا ننتقل الى داخليه السياره، ايضا في شغله مهمه اللي هي قوه وقلب هذه السياره اللي هي الماكينه هذه 1.5 لتر تيربو. خبروني ايضا انها راح تعطي عزم وتورك اكثر حتى من 2.4 لتر. هذه السياره لان فيها تورك عالي ايضا راح تساعد على استهلاك وقود افضل للسياره. شغله ثانيه مهمه هي الترانسميشن. السياره هذه فيها 7 سبيد اوتوماتيك دبل كلتش ترانسميشن، والشركه اللي تصنع الترانسميشن لهم هي شركه اوروبيه ايضا تملك البراند مازيراتي. على فكره تدرون ان هذه السياره الوحيده من فئتها بالدبل كلتش ترانسميشن. اما بالنسبه لداخليه السياره، خلونا نتكلم عن الديزاين واللاي اوت. صراحه الديزاين جدا انيق ومرتب ومتناسق. معلومة، لامبورغيني ديزاين تيم ساعدوهم في هذا التصميم. غير الديزاين واللاي اوت للسيارة، ايضا مواصفاتها جميلة. في عندنا مثلا الهيتد سيت للكراسي هذولي، ايضا عندنا التاتش سكرين ديسبلاي، والسيارة تشتغل بضغطة زر. والشيء اللي انا فعلا عجبني اللي هو ال HDMI. ال HDMI هذه يعني لو عندك كيبل يشبك على اي جهاز في HDMI اوتبوت وتعرضه على شاشة السيارة. من مواصفات ايضا اللي حبيتها الاوتو هود للهاند بريك في السيارة. مثلا لو انت كنت قاعد تمشي ويت الى توقف كامل عند الاشارة، فهني السيارة راح ترفع الهاند بريك اوتوماتيكيا. لكن اذا حبيت انت تمشي، مجرد ان انت تضغط على البنزين السيارة راح تمشي معك. اذا حبيت ان انت ترفع الهاند بريك او تنزل الهاند بريك، فايضا الموضوع كله بضغطة زر. السيارة فيها اربع أنظمة من القيادة، عندنا الدرايف العادي، عندنا الإيكو والمانيول، وعندنا أيضا السبورت هني. من أهم الأمور في عالم السيارات هي معايير السلامة، والجي اس 4 فيها 6 كيرتن إيرباكس بالإضافة إلى مواصفات أخرى تخص السلامة. مثل ما ذكرنا مساء أن هذه السيارة تناسب الفئتين العوائل ونفس الوقت الشباب. أناقتها، لمساتها من الداخل من الخارج موجودة في الأمام نفس الوقت في الخلف. صراحة بالنسبة للخلف والمساحة أشوف أن المساحة جدا مناسبة. إذا ما كفتك المساحة بالصندوق، فتقدر أيضاً أن أنت تنزل الكراسي علشان تحصل أرضية مستقيمة كاملة وتشيل أغراض أكثر. جدير بالذكر أيضاً أن شركة جي أي سي حاصلة على عديد من الجوائز في مختلف الفئات. أتمنى أنا قدرت أفيدكم معلومات بسيطة عن السيارة. إذا عندكم استفسارات ومعلومات أكثر حابين تعرفونها، تقدرون تتواصلون مع فريق المبيعات وما راح يقصرون معكم. أشوفكم على خير، مع السلامة.